السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. في ناس كتيره بعتت تسالني ايه هي الدول الجميله والحلوه اللي الواحد ممكن يسافر لها في موسم الشتاء او في فصل الشتاء، وبالتحديد في اجازه نص السنه. طبعا لو اتكلمنا عن البلاد دي فهي هتكون بلاد كتيره جدا. انا هاختصر لكم في الفيديو ده اهم البلاد اللي ممكن تكون متاحه لينا كمصريين للسفر ليها خلال فصل الشتاء او اجازه نص السنه، من حيث اجراءات التاشيره. طبعا هقول لكم اسعار الطيران بتاعتها بتتراوح من كام لكام، اسعار المعيشه هناك، وانا هحاول برضو اختار البلاد اللي هي بدون تاشيره او تاشيره عند الوصول، عشان احنا في الوقت ده مش محتاجين اجراءات كتيره، عايزين نلم حاجتنا ونسافر على طول. فيلا بينا نتفرج ونتعرف على اهم البلاد وارخصهم كمان اللي ممكن يسافرها في فصل الشتاء. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون فيديو جديد من وسط المالديف. ايوه، زي ما سمعت كده، المالديف هي اول دوله في ترشيحاتنا للسفر خلال موسم الشتاء. طبعا جو المالديف بيكون حلو جدا من اول اكتوبر لحد شهر مايو. لو اتكلمنا سريعا كده عن المالديف، فالمالديف هي العاصمه ماليه، ودي جزيره محليه ما فيهاش حاجه تتعمل. اما الجزر المحليه الحلوه اللي طبعا على راسها مفوشي، ممكن تستمتع بمفوشي كويس جدا وتلاقي فيها انشطه بحريه، خصوصا لو انت حد بتحب البحر. ومن مميزات المالديف انها بدون تاشيره للمصريين، فانت تاخد شنطتك وتحجز الطيران وتسافر. بالنسبه للطيران للمالديف، فالطيران في حدود 370 دولار، والعمله هناك هي اسمها الروبيه، الدولار بيساوي حوالي 15.5 روبيه. التكلفه في المالديف لو قعدت اسبوع في جزيره مفوشي، الاكل والفندق ممكن تتكلف حوالي 300 دولار. طبعا المالديف فيها انشطه كتيره جدا وكلها انشطه بحر، وطبعا زي ما انتم شايفين ممكن تستمتع في احد الجزر السياحيه يوم او يومين على حسب التكلفه اللي معاك. الاكل في المالديف حلو جدا، والمالديف دولة مسلمة فبالتالي الاكل هناك حلال وما تقلقش. وانا كنت عملت فيديو مفصل عن المالديف، هتلاقوه في الديسكريبشن تحت الفيديو. تاني دولة معانا هي الدولة الجميلة والمحببة الى قلبي، وهي ماليزيا. ماليزيا طبعا من الدول الجميلة جدا يا جماعة، ودولة تعتبر رخيصة، بس احنا طبعا في ظل ارتفاع اسعار الدولار، فاسعار طبعا الطيران بقت غالية جدا بالنسبة لكل دول العالم. لو اتكلمنا عن الطيران لماليزيا، فالطيران بيتكلف حوالي 500 دولار. طبعا اول مدينة بتيجي في بالنا لما نذكر ماليزيا هي طبعا العاصمة كوالالمبور. كوالالمبور فيها حاجات كتيرة جدا تتعمل، يعني انت ممكن تقعد اسبوع في كوالالمبور وما تقدرش تخلصها. كوالالمبور فيها انشطة، فيها سانوي لاجون، اكبر مدينة ملاهي في شرق اسيا، فيها طبعا شوبينج جميل جدا، فيها صراحة سهرات حلوة. الاكل في كوالالمبور او ماليزيا حلو جدا لان هي دولة اسلامية. طبعا العملة هناك هي الرينجت الماليزي، الوان دولار بيساوي 4.5 رينجت. تكلفة اسبوع في احد الهوستل او الفنادق الحنينة في ماليزيا بالاكل بالشرب بالمواصلات هتكلفك حوالي 200 دولار، يعني التكلفة كلها على بعض بتتكلف في حوالي من 600 ل 700 دولار بالنسبة لاسبوع في ماليزيا، وممكن تاخد معاها 3 4 ايام في احد الجزر زي جزيرة لينكاوي. ثالث دولة معانا وهي دولة سريلانكا. سريلانكا تعتبر من الوجهات المميزة والجميلة جدا اللي فيها انشطة متنوعة، يعني فيها بحر، فيها ادفنشر، فيها غابات، فيها كل حاجة. ومن مميزات سريلانكا ان التأشيرة بتاعتها سهلة جدا، ب 50 دولار اونلاين بتطلع في 10 دقايق. الطيران لسريلانكا بيتكلف حوالي 500 دولار، والعاصمة طبعا هي كولومبو. سريلانكا فيها مدن كتيرة جدا، يعني انا ارشح لك 7 8 مدن تلفها في 10 ايام. ومن الحاجات المشهورة طبعا في سريلانكا القطر اللي هو بيمتعك بالمناظر الجميلة، وطبعا الفيلة والجزر اللي موجودة في سريلانكا. العملة في سريلانكا هي الروبية، والوان دولار بيساوي حوالي 370 روبية، يعني سريلانكا تعتبر باكج حلوة جدا للناس اللي هي عايزة تصرف قليل. يعني تكلفة اسبوع في سريلانكا تقريبا من 250 ل 300 دولار هو السكن والاكل، بجانب طبعا الانشطة والمصاريف هناك، يعني انت بتتكلم في باكج كلها على بعض حوالي 800 ل 900 دولار. رابع دولة معانا هي هنبعد شوية عن دول شرق اسيا وهنيجي للقارة الجميلة بتاعتنا وهي قارة افريقيا.
وانا برشح طبعا دوله جنوب افريقيا. دوله جنوب افريقيا من الدول الجميله جدا اللي محدش بيديلها اهتمام، بس للعلم دوله جنوب افريقيا من الدول المميزه والجميله جدا في السياحه. طبعا العاصمه هي جوهانسبرغ، واجمل مدينه في جنوب افريقيا هي كيب تاون. التاشيره لجنوب افريقيا ببلاش للمصريين، ممكن تطلعها عن طريق السفاره او القنصليه او عن طريق الويب سايت بتاعهم اونلاين. الطيران لجنوب افريقيا لكيب تاون تحديدا بيتكلف حوالي $500، والعمله هناك هي الراند الجنوب افريقي، ال1 دولار بيساوي حوالي 17 راند. جنوب افريقيا من الدول اللي هي فيها انشطه متنوعه وجميله جدا، طبعا فيها شواطئ حلوه جدا، فيها جبال وفيها غابات، يعني فيها وايلد لايف حلوه قوي، فيها انشطه وفيها مغامرات وفيها انواع كتيره جدا من الحيوانات اللي مش هتلاقيها متجمعه في بلد واحده غير جنوب افريقيا. جنوب افريقيا فيها شوبينج حلو جدا، والاكل فيها لا يعلى عليه بصراحه. تكلفه اسبوع في جنوب افريقيا لو انت هتقعد في كيب تاون مثلا اسبوع، الفندق بالاكل حوالي من $300 ل$350. الانشطه دي بقى على حسب مصاريفك زي ما قلنا، يعني انت بتتكلم الباكج كلها على بعض حوالي $1,000 لو انت هتقعد اسبوع طيران واكل وسكن. طبعا بجانب الانشطه اللي هتعملها هناك، هو بس الحاجه الوحشه في جنوب افريقيا ان الاسعار فيها تعتبر غاليه نسبيا، بس هي دوله تعتبر دوله اوروبيه على ارض افريقيه. انا طبعا عملت فيديوهات كتيره عن كيب تاون، هتلاقوها موجوده برضو في الديسكريبشن تحت الفيديو. ونيجي لاخر دولة معانا في الترشيحات وهي رقم 5، وانا اخترت دولة تايلاند. طبعا تايلاند انا اتمنى كنت احطها في الاول، بس تايلاند من اغلى الدول دلوقتي في الطيران، يعني انت بتتكلم الطيران بحوالي $700. طبعا تايلاند من الدول الجميلة جدا، والوقت اللي تزور فيه تايلاند هو من شهر اكتوبر لشهر مارس. العاصمة طبعا هي بانكوك، بس افضل مدينة او افضل جزيرة تزورها في تايلاند هي طبعا بوكيت. التأشيرة لتايلاند بحوالي 1200 جنيه، بتروح تطلعها من السفارة في المعادي، وطبعا بتروح بنفسك. العملة في تايلاند هي البات، دول 1 دولار بحوالي 35 بات. الإقامة في تايلاند المصاريف بتاعتك يعني ممكن تتكلف $300 اسبوع سكن واكل وانشطة، كمان مش هتبقى غالية. يعني انا بقول الباكج كلها في تايلاند تتكلف حوالي $1,200 للفرد. دي كانت ترشيحاتنا كلها الخمس دول. طبعا انا برشح دايما الدول اللي هي زي ماليزيا وزي سريلانكا وجنوب افريقيا، لان هي فيها انشطة متنوعة وتعتبر رخيصة نسبيا. المالديف زي ما قلت هي دولة ما فيهاش غير انشطة بحرية، وبرضو تايلاند ما فيهاش غير انشطة بحرية، وبعض الانشطة اللي هي ليها علاقة بركوب الفيلة وزيارة حديقة الحيوانات، لكن طبعا الدول التانية فيها أنشطة متنوعة. أتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ولم كل حاجة أنا كنت عايز أقولها. طبعا أكيد في دول تانية كتيرة بس هتبقى أغلى وأغلى. شكرا ليكم، وياريت اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويتابعنا دايما في فيديوهاتنا اللي جاية. مع السلامة.